السلام عليكم. باش نصايب هاد الحلقات غادي نحتاج لهاد الدبابيس او المسامير، هاد لي كلو كنت خديتهم من موقع اي باي، و كيكون فيهم بزاف الانواع، يعني 2.6 على حسب الطول او 2.2 او 2.4 وكاين حتى 4 سنتيمتر. غادي نحتاج لهاد السدادات هاد القفل ديال الاقراط، ونحتاج لهاد العقيق الجوهر، وغادي نحتاج لهاد لابانس باش غنطوي بها. اذا باش غادي نبدا غادي ناخذ كل غادي ناخذ هاد العقيقه هادي، وغادي ندير في هاد الدبوس اولا هاد المسمار من الكلو، وغادي نقوم بطي طرف ديال هاد المسمار. غادي ندير واحد الطيه صغيره ماشي طيه كبيره باش ما تجيش في المنظر، ما تجيش باينه في الحلاقه. من بعد غادي ناخذ دبوس اخر او مسمار اخر، وغادي ندير فيه عقيقه واحده اخرى، بحيث ان هاد الدبوس غادي هاد العقيقه غادي تجي ما بين هاد الطرف الاخير وما بين هنا ما بين المسمار الاخر. غادي نكرر العمليه عاوتاني، يعني غادي ناخذ العقيقه ديالي وغادي نحطها هنا، غادي ناخذ غادي ندخلها عاوتاني هنا بحيث ان هاد العقيقه تكون هنا وتكون هنا. غادي نستمر على هاد العمليه وغادي ندير جوج ديال المسامر اخرين. من بعد ما دزت جوج اخرينات يعني كيولوا بهذا الشكل، من بعد هادي هي الدبوس اولا المسمار الاخير، غادي ندير لي نطويه، ندير لي عمليه طي، ماشي طي كلي لانني خصني ندخل هنا. من بعد غادي ندخل هنا، غادي نحاول نقفل هاد الحلقة باش ما يطيحش هذا، يعني غنحاول نقفلها نحكم الإقفال ديالها. دابا هادي هي النتيجة، كيجي الحلق زوين بزاف أنيق، خصوصا دابا مناسبة العيد. غادي نصيب واحد اخر باش نوريكم النتيجه في الصوره.